قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، نبدأ في ذكر الفوائد والآثار الإيمانية المستفادة يعني من غزو تبوك. قال ابن القيم رحمه الله ما ملخصه: فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنت هذه الغزوة من الفقه والفوائد، منها تصريح الإمام للرعية وإعلامهم بالأمر الذي يضرهم ستره وإخفاؤه ليتأهبوا له ويعدوا له عدته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ور بغيرها، إذا أراد أن يغزو الشمال سأل عن طرق الجنوب، ولكن هذه الغزوة لما كانت يعني في يعني قحط وفي يعني شدة وحر وسفر يعني بعيد، فبين للصحابة يعني أمرهم حتى يتأهبوا له ويعدوا له عدته، وجواز ستر غيره عنهم يعني إذا كان الخطب يعني أقل والجهد أقل، فالمصلحة ألا يعرف الناس اتجاهه حتى يفاجئ يعني عدوه، ستر غيره عنه والكناية عنه للمصلحة. ومنها أن الإمام إذا استنفر الجيش لزمهم النفير، يعني إذا أمر الإمام الناس كلهم بالخروج يجب على الجميع أن يخرج، ولم يجز لأحد التخلف إلا بإذنه. ومنها وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد وهي الصواب الذي لا ريب فيه، يجب الجهاد بالمال والنفس. ومنها أن العاجز بماله لا يعذر حتى يبذل جهده ويتحقق عجزه، فإن الله سبحانه وتعالى إنما نفى الحرج عن هؤلاء العاجزين بعد أن أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم، أن قد يكون هو عنده جهد والإمام عنده مال ممكن يجهز له، أو واحد عنده مال وليس عنده جهد، فالذي عنده جهد يعني يعان بالمال ويخرج، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، فرجعوا يبكون لما فاتهم من الجهاد، فهذا العاجز الذي لا حرج عليه. ومنها استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على الضعفاء، كما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال أتخلفني في النساء والصبيان، قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ومنها جواز الخرص للرطب على رؤوس النخيل والعمل بقول الخارص، النبي يأتي إنسان عنده خبرة ينظر يعني إلى يعني رطب في النخل ويقول يعني هذا يعطي كذا وسق مثلا من التمر، فبحيث أن تحسب يعني الصدقة ويكون لأهل الرطب الحق أن هم يبيعون ويهدون ويعرف حق الله عز وجل في هذا المال. ومنها أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لم ينبغي له أن يدخلها ولا يقيم بها، بل يسرع السير ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها، ولا يدخل عليهم إلا باكيا معتذرا حتى لا يصيبوا ما أصابهم، لا يدخل غافلا. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة لا يفصل الرجل الصلاة إذا أقام أقل أكثر من ذلك. فهنا يميل لقول ابن القيم أن السفر يعني المدة الخاص ليس لها يعني حصر وليس لها مدة معينة، بل مهما سافر الإنسان يقصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما سافر حتى قصر. ومنها ترك قتل المنافقين وقد بلغوا عنه الكفر الصريح، فاحتج به من قال لا يقتل الزنديق إذا أظهر التوبة، والزنديق الذي يأتي بفعل أو يقول قولا يخرجه من الملة، كأكثر الزنادقة الذين يخرجون على الناس في الجرائد والمجلات يستهزئون بالشرع ويعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه زندقة خروج من الملة، لا يشترط أنه هو يعني يعلن كفره، ولكن يأتي بكلام أو بموقف يدل على خروجه من الشرع، كهؤلاء الذين قالوا ما وجدنا مثل قرائنا هؤلاء أجبننا أرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء، يعرضون بالنبي صلى الله عليه وسلم
كبار الصحابة، فالله جل لما أتوا يعتذروا قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه كلمة أخرجته من الملة، يقول لأنهم حلفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ما قالوا، فيقول أنه لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هذه المقالة تخرجهم يعني من الملة، ولكن اعترافهم أو إنكارهم هذه المقالة وإن كانت لا تقبل منهم إلا أنها يقول هذا إن لم يكن إنكارا فهو توبة وإخلاع. ومنها أن الإمام إذا بعث سرية فغنمت غنيمة أو أسرت أسيرا أو فتحت حصنا كان ما حصل من ذلك لها بعد تخميسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ما صلح عليه أكيدر من فتح دومة الجندل بين السرية الذين بعثهم مع خالد، وكانوا 420 فرسا، أي المفروض فرسا، وكانت غنائمهم 1000 بعير و800 رأس، فأصاب كل رجل منهم 5 فرائض، وهذا بخلاف ما إذا خرجت السرية من الجيش في حال الغزو فأصابت ذلك بقوة الجيش، فإنما أصابوا يكون غنيمة الجميع بعد الخمس والنفل، وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. يعني لو في سرية خرجت إما من البلد المسلمين أو جيش خرج وخرجت منه سرية جزء من الجيش وعمل يعني فتح بلد أو انتصر على جيش دون أن يكون الجيش رد لهم، يعني نوع مدافع ومقوي لهم، فيكون يعني ما غنمت يقسم على أعضاء هذه السرية 4 أخماس الغنائم بعد الخمس اللي هو لله عز وجل والرسول لمصالح المسلمين، والنفل يعني ما يعطيه الإمام يعني لمن أبلى بلاء يعني حسن زيادة على يعني حقه في الغنيمة. ولكن إذا كانت بال يعني معانا بالجيش أو الجيش يعضد هذه السرية وانتصرت بقوة الجيش معها فالجيش يشارك هذه السرية أيضا في الغنائم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، فهذه المعية هي بقلوبهم وهممهم، وهذا من الجهاد بالقلب وهو أحد مراتب الجهاد الأربع وهي القلب واللسان والمال والبدن. وفي الحديث جاهدوا المشركين بألسنتكم وقلوبكم وأموالكم. هذا الحديث رواه أبو داود بلفظ جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، ورواه الدارمي وأحمد والنسائي وابن حبان والحاكم والصحاح على شرط مسلم وفاقه الذهبي. ولم أقف على لفظ قلوبكم في أي رواية فيها في المواطن التي أشرت إليها، فلعله رحمه الله ذكر الحديث بالمعنى، أو لعل الرواية في يعني بعض الكتب الأخرى غير المذكورة. ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله عز وجل فيها ورسوله صلى الله عليه وسلم وهدمها، كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار. كان ممكن أنه يعين له إمام مثلا ومؤذن ويزيل القائمين عليه، لكن المكان أساسا والمسجد أساسا يعني جعل من أجل المضرة بالمسلمين وتفريق يعني شمل المسلمين والمنافقين، فحرقه وهدمه، لا يصلح لأن يكون يعني مكان يتنزل عليه الرضا. لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى للمنافقين، فمشاهد الشرك التي تدعو سدناتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله حق بالهدم وأوجب. وكذلك محل المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات. ومنها أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربى، كما لم يصح وقف هذا المسجد، أنه هو ما كانش القربى كان للصد عن سبيل الله، وعلى هذا فيهدى المسجد إذا بني على قبر، هي يعني بيكون مكان في قبر واحد مات في مكان الناس اعتقدوا فيه الصلاة وأقاموا على نفس القبر مسجدا، فمثل هذا لا يصلح لأن يكون مسجدا لله، فهو يهدم المسجد حتى لو نبش القبر أخرج من المسجد لا يصح. ولكن نفرض أن مسجد موجود يعني على الأرض ليس فيها قبر، لكن أدخلوا فيها إنسان خبروه في المسجد، فهذا يمكن أن ينبش القبر ويبقى المسجد، فالحكم للأول. ومنها أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربى، كما لم يصح وقف هذا المسجد، وعلى هذا فيهدم المسجد الذي بني على قبر، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد أي الذي لم يبنى على قبر.
قال الدكتور مصطفى السباعي ما ملخصه؟ إن في مسارعة الموسرين من الصحابة إلى البذل والإنفاق دليلا على ما يفعله الإيمان في نفوس المؤمنين من مسارعة إلى فعل الخير ومقاومة لأهواء النفس وغرائزها مما تحتاج إليه كل أمة لضمان النصر على أعدائها. وخير ما يفعله المصلحون وزعماء النهضات هو غرس الدين في نفوس الناس غرسا كريما. وقال الدكتور محمد السيد الوكيل ما ملخصه؟ لقد كان لهذه الغزوة أثر عظيم في سكان شبه الجزيرة لا يقل روعة وجلالا عن أثر فتح مكة، ولا إن كان فتح مكة قد نبه العرب إلى حقيقة كانت غائبة عن قلوبهم وهي إدراك الحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كانت غزوة تبوك داعية لهم لأن يسرعوا بالدخول في هذا الحق الذي دعاهم إليه. لذلك كان عام الوفود يعني هو يعني عام انتشار الإسلام في جزيرة العرب اللي هو العام التاسع من الهجرة، لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقبلت الوفود تترى تقر بالإسلام أو يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. يقول إن خروج المسلمين بجيش ضخم بلغ تعداد جنوده 30,000 فيهم 10,000 فارس أمر لم تعرفه العرب من قبل في بلادها، وأما وقد استطاع المسلمون تجميع هذا الجيش فهم ولا شك قادرون على أن يفعلوا ما عجز عنه غيرهم. وتحريك هذا الجيش من المدينة إلى تبوك وهي مسافة هائلة تبلغ قرابة 600 ميل، وفي وقت عسرة يعني قريب من 1,000 كيلو، وفي وقت عسرة وجد، وفي ذلك النظام وتلك الدقة دليل على عظمة القيادة وحزمها وخبرتها العسكرية الواسعة بشؤون الحرب وعلى حسن تدريب الجنود وعظيم طاعتهم. ولقد كان فرار الروم وهم البادئون وهم في بلادهم ولجؤهم إلى التحصن داخل البلاد حتى يدركهم المسلمون أعظم دليل على قوة المسلمين التي لا يستطيع أحد الوقوف أمامها. فهؤلاء الروم هم الذين هزموا الفرس وأخرجوهم من جنوب الجزيرة واستردوا منهم الصليب المقدس وأعادوه إلى القدس في احتفال رائع. هؤلاء هم الذين فروا وانسحبوا من الميدان عندما واجهوا المسلمين. أفلا يكون ذلك دليلا على قوة المسلمين وقدرتهم على مواجهة أي عدو يهددهم؟ يقول هذه الأمور مجتمعة حركت نفوس سكان شبه الجزيرة نحو الإسلام. قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس. يعني غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما استوعب قوته فيها لأنه خرج يريد يعني العير وكان فيها 40 رجل مع أبي سفيان بن حرب، ولكن شاء الله عز وجل أن يكون لقاء مع النفير، فلذلك لم يعاتب أحد تخلف يعني عن هذه الغزوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان يعني ظهره حاضرا أن يخرج، فهو لم يخرج في بدر ولكنه يعني عقبي شهد ليلة العقبة. يقول: وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة. يقول: والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. وده يدل على أن تأخير العمل الصالح يعني إما أن الإنسان يعني يفطر
يعني عن العمل يعني تزول يعني همته، او ان هو يعني يتوفاه الاجل، كما قال عمر رضي الله عنه: تأني في كل امر الخير الا ما كان من امر الاخره. ويظل يؤجل، يعني يقول انا عندي مثلا راحلتان وانا استطيع ان ادركهم حتى لو خرجوا، فظل يؤجل حتى يعني تفارط الامر ولم يستطع اللحاق بهم. فقلت اتجهز بعده بيوم او يومين ثم الحقهم، فغدوت بعد ان فصلوا لا اتجهز فرجعت ولم اقض شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم اقض شيئا، فلم يزل بي حتى اسرع وتفارط الغزو. وهممت ان ارتحل فادركهم وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك. فكنت اذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، احزنني اني لا ارى الا رجلا مغموصا عليه نفاق، او رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداء ونظره في عطفه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي، واتفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج عنه منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاء المخلفون يعتذرون إليه، وكانوا 84 رجلا، فيقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم، وبايعهم واستغفر لهم وأكد سرائرهم إلى الله عز وجل. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم مغضب، ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطي بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين تخلفت عنك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت. يقول: وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. والله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقى هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة ابن ربيع العمري وهلال ابن أمية الواقفي. فذكر لي رجلين قد شهد بدرا فيهما أسوة، فمضيت حتى ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنهم، لأن التربية تنفع مع المؤمن الصادق، أما هؤلاء المنافقون فلا تنفع معهم أي تربية ولا يهتم بهم. يقول: فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وفي مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسرق النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له فنشدته فسكت. فعدت له فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناي
وتوليت حتى تصورت الجدار. قال فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان فإذا فيه أما بعد قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك. فأراد يعني أن يواليه وأن يعني يجعله يخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في هذه المحنة والشدة. قال فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور يعني الفرن فسجرته بها حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، كما يقولون إذا اشتد الكرب هان يعني بعد 40 ليلة يعني أمر باعتزال يعني امرأتي، فقلت أطلقها أم ماذا؟ قال لا بل اعتزلها لا تقربها، وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك، وهذا ليس طلاقا لأن نيته يعني الاعتزال الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب فجاءت امرأتي لهلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فلتكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربك. قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما استأذن أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت فيها وأنا رجل شاب. يقول فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج، وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى سعي من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشرى والله لا أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنوني بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك. قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله ناس، فقام لي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني يهنأني، والله ما قام لي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساه لطلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله عز وجل على رسوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال كعب كنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قيل قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم
وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه، فبذلك قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، فليس خلفوا يعني تخلفوا عن غزوة، الذين تخلفوا كثير، ولكن خلفوا عن يعني حسم أمرهم، وليس الذي ذكر الله ما خلفنا مما خلفنا تخلفنا عن غزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه، قبل الظاهرة وأكل سريرته إلى الله عز وجل. يبقى لنا فوائد الآثار الإيمانية في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.